لازم نتعرف على طريقة سريعة لتسجيل في دعم اجتماعي مباشر من الهاتف. نقوم بالضغط هنا، نصف نقوم بالبحث عن الموقع http://swed هنا على هذا الشكل، من ثم نصف نقوم بالضغط هنا طلب الاستفادة، نصف نقوم باختيار الجنس انثى او ذكر، ونصف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني، هنا سوف نقوم بكتابة معرف رقمي، هنا سوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة، سوف نقوم بإدخال رمز الأعلى، هنا سوف نقوم بالضغط على التأكيد، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل لقطة الشاشة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.